معانا دلوقتي سياده السفير، سفير الكويت بالقاهره، السفير الدكتور رشيد الحمد. اهلا بحضرتك سياده السفير. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم. سياده السفير، يمكن حضرتك سمعنا من منذ قليل كانت عندنا استفسار على الفيسبوك، صديقه عندنا بتدرس في القاهره وبتقول ان السفاره بعتت لهم مسجز انهم عليهم دلوقتي انهم يسيبوا مصر ويرجعوا، هل ده صحيح؟ لا ابدا، مش صحيح. مش صحيح. هذا الكلام عباره عن اشاعه كاذبه، مش عارفين الحقيقه منين جت هي، وحتى يمكن ممكن تعلي صوتك شويه. هي نشرت في الكويت في الاول. ايوه. كثير من الحقيقه من الاهالي ومن اولياء الامور والطلاب هنا اتصلوا بينا عشان الموضوع ده. ابدا ما فيش حاجه من دي ابدا، ولا طلبناش من حد يغادر، ولا السفاره بعتت مسجز ولا اي ولا 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 الكلام ده كله ابدا. هذا الكلام دكتور رشيد، احنا نفسنا نطمن كمان على الكويت، عارفين من يوم الاربعاء اللي فات في احداث ولا دي برضو اشاعات يا فندم؟ والله في طبعا الكويت فيها احداث، في شباب هناك ايضا عندهم مقالب معينه وفي، ولكن ان شاء الله يعني الحكومه مع مجلس الامه يحاولوا يحلوا مثل هذه الامور باذن الله تعالى ان شاء الله. طيب إن شاء الله. سياده السفير، لو حضرتك حبيت تبلغ رساله لكل المقيمين في القاهره وفي مصر عموما تقول لهم ايه؟ أنا الحقيقة أطمن الجميع أن إحنا الحمد لله يعني الجميع عايش في أمان وراحة، والطلاب يداوموا على دوامهم يعني كالعادة، وليس هناك أي أمور تنقص عليهم أبدا. إحنا دائما حقا ننصحهم أنهم يلتزموا بأماكن دراستهم، وفي خارج الدوام الحقيقة يلتزموا في مساكنهم أو الأماكن القريبة من مساكنهم، ولا لا يعني لا يذهبوا إلى أي مناطق يكون فيها نوع من يعني التجمعات او غيرها حتى لا يكون عليهم اي نوع من الضرر. بنشكر حضرتك يا فندم، وبنرحب بكل اخواتنا من اي حته في العالم. بنشكر حضرتك سياده السفير دكتور رشيد الحمد.